من الله سبحانه وتعالى على أهل التوحيد والإيمان بأسباب إيمانية دينية لتحصيل الرزق بالإضافة إلى الأسباب المادية التي اتفقنا على أنه لا بد من أن يدخل فيها المؤمن والكافر على السواء. لكن في أسباب إيمانية أخرى بقى دل الناس مش واخده بالها منها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو. أخذت بالأسباب. الطير يا مولانا طلعت تبحث عن الرزق وانت لسه نايم ما صليتش الصبح، وانت لسه نايم ما صليتش الصبح، ما أخذتش بالأسباب. عجبت لمن يرزقه الله وقد ضيع صلاة الصبح، أعجب لمن ضيع صلاة الصبح كيف يرزق. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا. تغدو خماصا يعني إيه؟ يعني تخرج في الصباح الباكر وبطونها فارغة خاوية، تغدو خماصا وتروح بطانة. يعني إيه؟ يعني ترجع في وقت الروحة في وقت المساء وقد ملأ الله عز وجل بطونها بالرزق الطيب الكريم المبارك. كلام غالي قوي. لا يستقيم توكل العبد حتى يصح توحيده. فحقيقة التوكل تصحيح التوحيد. فمتى التفت القلب إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب القلب. فإذا التفت القلب إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب القلب. وعلى قدر تعلق العبد بغير الله ينقص توكله على الله جل وعلا. وهنا ظن من ظن أن التوكل الحقيقي لا يكون إلا برفض الأسباب، وهذا حق. حق يا مولانا أنت بتنقض اللي أنت أصلته؟ لا، خلي بالك، هذا حق. رفض للأسباب من ناحية القلب وتعلق بالأسباب من ناحية الجوارح، فهو منقطع عن الأسباب بقلبه متصل بالأسباب بجوارحه. كلام تقيل. منقطع عن الأسباب بقلبه، لأن القلب معلق بمن؟ بمسبب الأسباب. يبقى منقطع عن الأسباب بقلبه لأن قلبه يعلم يقينا أن الأسباب لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب. فهو منقطع عن الأسباب بقلبه متصل بالأسباب بجوارحه لأن الله تعبده بالأخذ بالأسباب. إنما القلب يعلم يقينا أن الرزق بيد مسبب الأسباب، فالجوارح تأخذ بالأسباب لأن الله تعبدنا بذلك. لكن المؤمن يعلم يقينا أن الله جل جلاله هو الرزاق ذو القوة المتين.